فعلها ليفيولا يسجل هدف في المباراة الأول عالية للأمام، لكن أيضا عودة ساجو في اللقطة الماضية. ماندراغورا وصلت من جديد إلى بيراغي بالقدم اليمنى عالية للأمام، خطيرة، جول فيولا، يفعلها ليفيولا كابرال براسية يسجل أول أهداف نصف نهائي كأس إيطاليا في مرمى كريمونيزي. هدف في المباراة الأول في الدقيقة 20، البرازيلي يسجل هدف في هذه اللحظات بعرضية ممتازة من بيراغي، القائد يقفز عاليا يسجل هدف في المباراة الأول، كابرال يصل إلى هدفه 13 وأول أهدافه في كأس إيطاليا. الرجل الذي سجل في كل البطولات، سجل 6 أهداف في الدوري، 6 أهداف في دوري المؤتمر فيورنتينا من أجل وصول وحسم التأهل إلى النهائي من مباراة الذهاب. غونزاليس، جول، الفيولا يسجل الثاني عن طريق غونزاليس من ركلة جزاء في الدقيقة 75، الهدف الثاني لليفيولا اللي يستعيد أمجاده في مباراة الليلة، يسجل الهدف الثاني ويقطع شوط كبير جدا للوصول للمباراة النهائية. انتصار مريح جدا بهدفين، وكريمونيزي سيكمل المباراة.